اقلب القدرة على فمها تطلع البيت لامها. اللي يكسف من بنت عمه ما يجيبش منها كيدز، ما يجيبش منها عيال. دي مصطلحات وامثال بنستخدمها في اللغة العربية في مواقف يومية كتير. في الفيديو بتاع النهاردة هنستخدم المقابل للحاجات ديت في اللغة الانجليزية عشان هنتعلم حاجة اسمها idioms. والidioms هي تعبيرات زي اللي موجودة في اللغة العربية، ما ينفعش انك تخمن معناها من انك تعرف كل كلمة في الidiom. انت بتفهم المعنى كله على بعضه وبتستخدمه في موقف معين هقولك عليه النهاردة. الجديد في الفيديو بتاع النهاردة ان انا مش جايب لك idioms كانت بتستخدم من 100 سنة في الانجليزي مثلا زي ما بشوف في فيديوز تانية. انا جايب لك idioms بتستخدم بشكل يومي في اي مجتمع بيتحدث الإنجليزية، وده دايما اللي بيميزنا. بجيب لك حاجة من الآخر. Let's get started مع أشهر وأهم الإيديومز الموجودة في الإنجليش. أول إيديوم معانا النهاردة ويمكن أهمهم هو pick someone's brain about something، وترجمته الحرفية إن أنت عاوز تلتقط مخ واحد بخصوص شيء، لكن معناه إن أنت عاوز تاخد رأي واحد في شيء. فلما تقول لي يعني مثال مثلا I wanna pick your brain about my marriage، يعني انا عاوز اخد رايك بخصوص الجواز بتاعي. I wanna pick your brain about marriage. اوكي، فمعناها انك تاخد راي واحد بخصوص شيء، فده idiom مهم جدا وده اول واحد معانا. تاني idiom معانا وجميل جدا ومحبب لقلبي واكيد انتوا كمان هتستخدموه كتير، اللي هو live paycheck to paycheck، يعني عايش اليوم بيومه، يعني انا معايا قوت يومي بس. تمام، I live paycheck to paycheck، يعني انا عايش يوم بيومه، محدش يقول انا عاوز فلوس سلف. I live paycheck to paycheck. This is a very good idiom. تالت idiom معانا النهاردة اللي هو get into hot water. To get into hot water يعني تبقى في مشكلة. Hot water، water. اتفرج على الفيديو بتاعي على الفلاب تي. Hot water يعني تبقى في مية سخنة، بس هو معناه الحقيقي ان انت تبقى في مشكلة. اوكي، I get into hot water all the time، انا بقع في مشكلة دايما. I get into hot water all the time. الايديوم اللي بعد كده برضو ايديوم جميل جدا وهو اللي مستخدم اليومين دول مش اي حاجة تانية. The bees knees يعني على وضعك. احنا بنقولها كده في العامية المصرية لما تحب تقول لواحد انت الافضل، انت على وضعك. زي ما واحد مثلا يجي يقول لي مستر احمد you are the bee's knees، يعني انت على وضعك انت الافضل. انا عارف ان انا الافضل طبعا. اوكي، ثانك يو. الايديوم اللي بعد كده it's like pulling teeth. It's like pulling teeth ترجمته الحرفيه يعني كان واحد بيشد اسنانك او بيخلعها من غير لبنج ولا اي حاجه. فتتخيل الموقف او الموضوع او التجربه هتبقى مؤلمه جدا، وهو ده استخدام المصطلح. بنستخدمه عشان نتكلم على تجربه مؤلمه، زي ما اقول لك مثلا ايه، هي سابت لك البيت ومشيت وخدت العيال وسرقت فلوسك ومش عارف ايه. واحد صاحبي بيكلمني مثلا، فانا مثلا هو صعبان عليا، فاقول له oh man it's like pulling teeth، يعني تجربه وحشه جدا مؤلمه جدا. it's like pulling teeth. الايديوم اللي بعد كده اسمه up to my eyeballs. المصطلح ده بنستخدمه زي في العربي كده لما تحب تقول في العامية المصرية بالذات، وانا بستخدم العامية المصرية عشان انا مصري، لما تحب تقول انا مشغول لشوشتي، يعني انا مشغول جدا في حاجة بالذات حاجة مخنقاك. يعني مثلا احمد دلوقتي بيقول لي مثلا ايه، قاعد بيعمل حاجة وبيقول لي مثلا ايه ما تكلمنيش دلوقتي عشان انا مشغول جدا، فهيقول لي I'm up to my eyeballs. مشغول بقى في جوازه، مشغول في شغله، مشغول في اي حاجه. I'm up to my eyeballs، مشغول بس مشغول لدرجه خنقاه او مضايقاه. الايديوم اللي بعد كده اسمه that doesn't ring a bell، وترجمته الحرفيه يعني ده ring يعني بيرن، ده ما بيرنش الجرس. طب يعني ايه ده ما بيرنش الجرس؟ بنستخدم الايديوم دوت لما واحد مثلا يجي يقول لك انت مش فاكر الشخص ده احنا شفناه في الحته الفلانيه، اقول لك that doesn't ring a bell، يعني الموضوع ده مش بيفكرني، انا مش فاكر. يعني that doesn't ring a bell يعني ده مش بيفكرني، ده ما بيرنش جرس في دماغي. او انت قاعد انت والمدام مثلا بتتفرجوا على فيلم مع بعض كده، فاتفرجتوا على الفيلم ده ايام الخطوبه وانت مش فاكر يا عيني، يعني او بتستهبل ايا كان، فتقول لك الفيلم ده ما بيفكركش بحاجه يا حبيبي، فتقول لها ايه that doesn't ring a bell، لا مش فاكر بصراحة، ما بيرنش جرس في دماغي. ما دي ترجمتها الحرفية that doesn't ring a bell. perfect.
break the bank مصطلح جميل جدا وترجمته الحرفية يكسر البنك او يكسر حساب البنك بتاعك. ومعناه بقى اللي مش حرفي انك تحط نفسك او تضع نفسك في موقف مالي سيء، عشان مثلا اشتريت حاجة غالية جدا. فلما اقول لك مثلا buying this car، شراءك للسيارة دي will break the bank، شراءك للسيارة ده هيحطك في موقف مالي سيء، هيكسر حساب البنك بتاعك. break the bank. المصطلح اللي بعد كده مصطلح جميل جدا اسمه up in the air. up in the air ومعناها عندنا في العامية المصرية مقلق، يعني قلقان، متوتر، خايف من حاجة هتحصل او مش متأكد منها. لما اقول لك مثلا man I'm up in the air about my interview، يعني انا مقلق من المقابلة اللي عندي. I'm up in the air about my interview. اخر مصطلح معانا النهاردة هو beat around the bush. beat around the bush ومعناه، لا مش هقولك، انا هقولك معناه الحرفي عشان اسهلها عليك، وحسيبك تخمن المعنى في الكومنتس او في التعليقات اللي تحت واقول لك اذا كان صح ولا غلط. ترجمته الحرفيه يلف حوالين الشجره. وريني بقى شطارتك وحاول تقول لي معنى beat around the bush. دي اول مره اعمل فيديوهات في الايديومز. لو الفيديو عجبك ما تنسناش في الشير واللايك، لان احنا بنحتاج ده جدا عشان الاستمراريه. خلينا اشوفكم على خير. thanks a lot.